المنيعة غريغر بولاية تبسة، مكودة وسيف والأربعاء ناثرة بولاية تيزيوزو. بلدية قرر رؤساء مجالسها التكفل باقتناء الحقيبة المدرسية ومستلزماتها كاملة لتلاميذ الطور الابتدائي. أرجع المجلس الشعبي البلدي بلدية المنيعة إلى أن يتكفل بالحقيبة المدرسية كاملة بكل مستلزماتها وبكل أدواتها لجميع التلاميذ من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الخامسة. أزيد من 7000 تلميذ عبر 21 مدرسة ابتدائية. ستتكفل مصالح بلدية المنيعة باقتناء الحقيبة المدرسية لهم، وذلك بهدف التخفيف على الأولياء من تكاليف الدخول المدرسي والاجتماعي. والأعباء كثيرة مع الدخول الاجتماعي لكل العائلات، حتى للعائلات يعني اللي يكون معناتها الأب يعني ميسور الحال أو موظف، تعلمون أنه ممكن يكون في العائلة عدد المتمدرسين 5 إلى 6 مع كل الأعباء، ربما في كل الأطوار الجامعية الثانوية المتوسطة إلى غير ذلك، فهي عبء حتى على الموظف أو على ميسور الحال، فما ذلك بالمعوجين. لهذا ارتأى المجلس إلى أن تشمل المبادرة جميع المتمدرسين في الطور الابتدائي. على أمل التبني والتعميم، تسهم مثل هكذا مبادرات في دعم الأسر وتخفيف صعوبة الظروف المعيشية من جهة، وإنجاح الدخول المدرسي، كما رسم البسمة على التلاميذ وأوليائهم من جهة أخرى.